ينضم إلينا في بث حي ومباشر من الرامة شوقي أبو لطيف رئيس المجلس المحلي. مساء الخير أخ شوقي. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. جريمة نكراء هزت البلاد برمتها صباح اليوم، كيف سمعت عن هذه الجريمة وماذا كانت ردود الفعل عندما وصلت أنت شخصيا إلى بيت القتيل ساهر إسماعيل؟ صف لنا الأجواء. الأجواء جدا حزينة، جدا الحدث أليم، الجريمة نكراء والحدث جلل، الحدث جلل. أنا سمعت عليها من وسائط من قبل الشرطة، أخبروني بالحادث مع أني أنا جاره بعيد عن الأخ المرحوم ساهر تقريبا 6 أمتار هوائي، وما شعرت في أي شغل لأنه الجريمة وقعت تقريبا في مسافة عن بيته عندما نوى أن يخرج للعمل إلى مكتبه في وزارة التربية والتعليم بمسافة 300 متر عن بيته، وكان هيك في بالنسبة للقطار اللي سمعوا إطلاق النار طلقات. أما أنا في بيتي في اتجاه ثاني ما سمعت أي شغلة، وطبعا من بعد ما علمت عن وقوع الجريمة النكراء توجهت لموقع الجريمة لأنه قالوا لي وين بالضبط، وطبعا فوجئت، كان المصاب أليم وكيف حكيت، وهو صديقي وحبيبي وعزيز كثير على قلبي هذا الرجل. طبعا تألمت جدا على المنظر البشع الشنيع بسبب قتل كثير كثير، جريمة نكراء، قاتل مجرم، قاتل سفاح. يعني كيف وصل انه فيه لدرجة انه يجيب بارودي اوتوماتيكية ويطلق عليه وابل من الرصاص؟ تقريبا الان عديت حسب الرصاصات اللي كانت الفارغة اللي كانت ملقاة على الارض في كل الاتجاهات تقريبا اكثر من 23 اللي انا شفتهم وعديتهم عدم مؤاخذة. فالحدث المصاب أليم والحدث جلل، كثير الحادثة أثرت على نفوس بني البشر هون في المواطنين في قرية الرامي. نعم. في حزن شديد، في ألم، في كمان مؤازرة مشاركة هون عندنا احنا إقبال بيت الشعب بيت العزة، في كثير مؤازرة مشاركة لأنه كان هو رجل مجتمع ورجل معروف جدا في جميع الوسائط على جميع الأصعدة في الوسط العربي واليهودي وفي لدى جميع الطوائف والأديان. أخ شوقي، طبعا الشرطة أصدرت أمر حظر نشر حول تفاصيل الجريمة، طبعا هل هذا يتعلق يعني بشخصيته خصوصا وأنه هو يعمل في عمل رسمي ويخدم المواطنين؟ لا لا، أنا حسب رأيي دائما وأبدا الشرطة تصدر أمر من قبل المحكمة أنه حظر طبعا نشر، لأجل أنه ممكن أي خبر يكون يؤدي إلى مثلا إتلاف مسرى التحقيق، فقط هذا اللي طبعا التفكير تبع حسب رأيي. طبعا أنا لست ناطقا بلسان الشرطة، أما عند الإنسان عنده تفسير وعنده رأي خاص فيه، أنا حسب رأيي هذا هو السبب، إنه نشر الوقائع بيؤدي في مسار التحقيق إلى ممكن يكون إلى عواقب غير سليمة، لذلك سيد شوقي بيصدر أمر من هالنوع. سيد شوقي، متى سيتم تشييع جثمان القتيل ساهر إسماعيل؟ غدا الساعة، بعدهم ما أعلنوا عن الساعة، يمكن على الساعة 12 مثل ما أنا فهمت، بس ممكن أنه يحصل تغيير، ممكن 12 أو 1، أما مش أقل من الساعة 12، ممكن على الساعة 12 أو 1، لأنه الجثة كانت تحت تعرضت لأشعة الشمس مدة طويلة، أنه إجا قسم الزويبليلي
التشخيص الجنائي، وطبعا أخذوا هناك صور وتحقيقات ومعلومات عن موقع الجريمة، وتنن أخذوا تقريبا مر 4 ساعات ونص، وبتعرف الجثة الإنسان بتبلش في التلف. نعم سيد شوقي، من نوع تحت الشمس. سيد شوقي، فهمنا أنك أعلنت عن إضراب شامل استنكارا لهذه الجريمة النكراء غدا في بلدة نعم. الرامة، هل لك أن توضح لنا نعم. ماذا يشمل الإضراب؟ هل هناك خطوات احتياجية أخرى تنوون القيام بها؟ لغاية الآن أنا أعلنت فقط عن إضراب شامل كاحتجاج على هذه الجريمة النكراء، طبعا تشمل جميع المرافق العامة والاقتصادية، طبعا مدارس اليوم ما في مدارس، كنا كمان لو في مدارس كنا بنعلن عن كمان إضراب يشمل المدارس، أما جميع المرافق الاقتصادية يعني الدكاكين والمتاجر وطبعا البنوك والبريد بما يشمل طبعا المرافق العامة. سؤالي التالي، الوزير جدعون ساعر وصل إلى قرية الرامة بعد وقوع الجريمة وبدا مصدوما، هل تتوقع أن تقوم الشرطة بفك رموز هذه الجريمة، خاصة وأن الوزير وأنه الحديث يدور عن شخصية سياسية مرموقة؟ كان شخصية مرموقة نعم. هذه الجريمة لا تختلف من أي عن أي جريمة أخرى في الوسط العربي. طبعا كون الأخ ساهر أنه مستشار وزيري، وكان في السابق طبعا مستشار الوزير ساعر لما كان وزير التربية والتعليم ومن بعدها وزير الداخلية، طبعا هذا لا حسب رأيي لا يعطي الحق لشرطة إسرائيل أنه تقوم في تحقيق زيادة عن جرائم أخرى اللي هي لا تقل أهمية من ناحية ماهية الجريمة أو نوعية الجريمة. نعم. الجريمة في كل مكان في كل زمان جريمة هي جريمة بشعة، وجريمة هي جريمة نكراء، وطبعا المجرم هو قذر وهو قاتل وسفاح في كل على كل أصعدة وفي كل الأزمان في كل الأزمان. سيد شوقي طبعا أنا ما بتوقع أنه لأجل سعر أنه يعملوا له مثلا وسطات زيادة في التحقيق أو شيء من النوع. ما قلته قبل قليل يدعوني إلى السؤال التالي، مع العلم أن نسبة قليلة جدا فقط من جرائم القتل التي شهدها المجتمع العربي تمكنت الشرطة من فك رموزها، إلى أي مدى تعول أنت ونحن المجتمع العربي نعول على الحكومة الجديدة وعلى رئيس الحكومة نفتالي بنت بمكافحة الجرائم في المجتمع العربي، خاصة بعد إطلاق وحدة سيف لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي مؤخرا؟ نعم نعم، كما يعلم الجميع أن النائب المحترم أخي وصديقي منصور عباس حصل على 2.5 مليار شيكل لمحاربة أو مكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي. طبعا هذا من المتوقع أن يرصد ممكن لرجال شرطة، مثلا ممكن لوظائف زيادة في الشرطة أو مثلا ضباط في الشرطة أو وسائل جديدة، وسائل مثلا تنصت في لرجال الشرطة ممكن أنه يوجهوها نحو بيوت تبعت مشبوهين معينين أو كل ممكن. 2.5 مليار هذا مبلغ كبير جدا. نتأمل أنه الوسط العربي يوصل لدرجة تفهم وخلينا نقول ردع أو يعني فهم ذاتي أنه يا إخوان كفى، يعني كفى للجريمة. لو نحن واصلين يا إخوان في المجتمع العربي، يعني هاي الجريمة مثل ما تفضلت حضرتك في الإعلان قبل ما بلشت أنا في الحديث أنه نمرة 72 للأسف الشديد يعني كمان معدود، يعني 72 جريمة نكراء لغاية الآن منذ بداية السنة. إلى أين سوف نصل يا مجتمع عربي، يا مجتمع العربي المجتمع الشريف
المجتمع ذو العادات والتقاليد الشريفة والمبجلة والموقرة، إلى أين سوف نصل في نهاية المطاف؟ هذا السؤال اللي بيخطر دائما على بالي. شوقي أبو لطيف رئيس مجلس الرامة المحلي، شكرا لك، كنت معنا من الرامة، شكرا. شكرا لحضرتك، سلامة عمارك وجميع.